يزيد أبو صابون رئيس جمعية نهضة زناتة للتنمية والتضامن بمنطقة زناتة إقليم المحمدية جهة الدار البيضاء سطات. اليوم نحن إن شاء الله غدا ننتظر إن شاء الله عودة المعتمرات من الديار المقدسة، لأنهم قاموا بأداء مناسك العمرة اللي إحنا كل سنة هذه الدورة الخامسة كنرسلوا بعض النساء خاصة المعيزات والفقيرات كاين حتى المنطقة ديال زناتة ومنطقة الشلالات. هذه السنة مميزة بحكم المشاركة ديالهم اللي رسلنا معاهم السيدة الفنانة القديرة سعاد الوزاني المعروفة بالدوحة أو مرة حديد دان، واللي لقات واحد الدرجة كبيرة على الصعيد الوطني والعالمي وتعاطفوا مع جميع المغاربة، لأن إحنا ما كناش كنتظروا ديك الظروف اللي كتعيشها في المنزل ديالها والظروف اللي كتعيشها مع الاسره ديالها. وأثرت فينا احنا كجمعيه نهضه زناتة للتنمية والتضامن جميع الاعضاء والعطور وكذلك جميع المغاربه اللي شاهدوا ذاك الفيديو اللي كان في مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله كما ادت واحد الحمد لله غدا ان شاء الله غنتظروا المجيء ديالها ان شاء الله. وكما كتشوفوا ان احنا فرحانين باللي ادت ذاك المناسك ومعها المعتمرات ديال منطقه زناتة الشلالات. نتمنى ان شاء الله لان الفرحه اللي غتكمل لينا وهي اولا اقتنوا لها شي منزل ان شاء الله، لان هي كفنانه قادره خاصها توفر على شي منزل لائق بها واللي تستقبل فيها الضيوف ديالها والعائله ديالها والاصدقاء ديالها. وهذا الشيء كنتمناو جميع المغاربه باش يتضامنوا معها، وان شاء الله كنتمناو ان شاء الله تعاطفوا معها. وكما كنتشوفوا انا تلقينا واحد الخبر هو خبر كاذب، لان انا تلقات واحد 30 مليون سنتيم، ما تلقات حتى شي 30 مليون. هذا شيء بعض المواقع اللي عطاو على ذاك هذا خبر ما كانش موثوق منه، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله ذاك الخبر يكون صحيح ان شاء الله، لان ما تلقات حتى شي دعم. كنتمنى ان شاء الله يكون على شي دعم كبير واقتنوا لها شي منزل ان شاء الله. احنا جمعيه نهضه زناتة للتنمية والتضامن كما كنرسلوا هذه المعتمرات، هو ان بعض المحسنين اللي كيتعاملوا معنا منذ 2015 كنرسلوا بعض النساء اللي انا محتاجين لذاك العمره وما كيتوفرش امكانيات ماديه، كانوا النساء اللي محتاجيات وكيكونوا ارامل وامهات بدون اطفال، هذو هما اللي كيحتاجوا العمره. وان شاء الله نتمنى وان شاء الله يكون اكثر من هذا العدد ديال اربعه نساء. كما كتشوفوا ان الجمعيات نهضه زناتة للتنمية والتضامن لها امكانيات محدوده خاصه من مقاولات المواطنه والمحسنين، وعندها واحد الدعم قليل من التعاون الوطني اللي هو قليل ما كيتعداش 15000 درهم، اللي كنحاولوا تعاونوا معاه بعض الحرفيات بمنطقه سيدي موسى المجدوب، عندنا واحد المقر اللي كنتعاونوا به ذاك البي جي ديالهم. وعندنا شراكات اخرى، شراكات مع وزاره الصحه، مع وزاره التربيه الوطنيه، مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وذاك مع وزاره الشباب والرياضه، هذا لي كونفونسيون. كما هذه السنه ان شاء الله كانت عندنا واحد الشراكات اتفاقيات مع بعض المؤسسات الاخرى او بعض المقاولات الوطنيه اللي كتحاول باش تدعمنا. والحمد لله احنا اللي فرحانين هو الثقه اللي كتعامل معنا بها المقاولات الوطنيه المحسنين اللي كيديروا فينا واحد الثقه، وكنوصلوا داك الشيء للناس اللي محتاجين. احنا كجمعيه نهضه زناتة للتنمية والتضامن تاسست في 25 اكتوبر 2003. الحمد لله وصلنا شي 684 نشاط. هذه الانشطه مختلفه بما فيها مجالات اجتماعيه، بيئيه، ثقافيه، تربويه وتنمويه. الجمعيه كتوفر على ثلاث انشطه، يعني ثلاث مشاريع تنمويه. اولا كان هناك مشروع تكوين وانتاج وتسويق المنتوجات النسيجيه بدوار الحجر، هذا منذ 2008 الحمد لله، وخلقنا منه تعاونيات لفائده بعض النساء والاقتناء لهم بعض السيارات، بعض يعني وسائل النقل باش يقتنيوا داك البضاعه ديالهم ويحملوا الاسواق اللي كاينه متوجهه بجهه الدار البيضاء سطات. هناك مشروع اخر بدوار جيلي وهو ديال الطبخ والحلويات، وهناك لفائده 10 نساء. وهناك كذلك مشروع اخر مع التعاون الوطني، مع مندوبيه التعاون الوطني بالمحمديه، اللي وفرنا واحد المقر بدوار باب احمد بسيدي موسى المجدوب، اللي هناك بعض النساء اللي كيشتغلوا وكيشتغلوا في حرفه الخياطه ان شاء الله، ومن بعد ملي غيتكونوا غندعموا تما في بالالات الخياطه ان شاء الله، باش نخلقوا لهم داك كيما في دوار الحجر داك مشاريع القرب لا بروكسيميتي، باش يكون عندهم واحد المشروع ديال القرب ويكون عندهم واحد الارباح مديره للدخل يتعاونوا بها مع العائلات ديالهم، يعني ويحسنوا داك الوضعيه الاجتماعيه ديالهم. الحمد لله هذا كيدخل في اطار داك البرامج داك المشاريع للقرب، وان شاء الله غنكونوا
هناك بعض الدورات التكوينيه في اطار المقاول الذاتي اللي بغينا نتعاونوا مع داك النساء القرويات بسيدي بصرا المجدوب. الجمعيه كتشتغل منذ 2003. هناك مشاريع عده اجتماعيه كقفه رمضان اللي كنوصلوا 1400 قفه، هناك ذبح اضحيه العيد لفائده الارامل وفائده الامهات المسنات اللي بدون ماوى، هناك افراد الشوارع، كذلك المهاجرين الافارقه المتواجدين بمنطقه المحمدين اللي حاولوا منذ 13 سنه كنحاولوا ننظموا داك ذبح اضحيه العيد وكذلك توزيع بعض الاضاحي لفائده 13 امراه معوزه او فقيره. هناك انشطه اخرى وهي انشطه دائمه اجتماعيه وهي كنظموا واحد القوافل في اطار ذكرى المسيره الخضراء، كنزوروا المدن خاصه مدن الجنوب وكنحاولوا نزوروا دار الطالبه، دور الطالب، دار الايتام، وكنديروا في اطار تبادل الخبرات والتجارب جميع المناطق المتواجده بمختلف مناطق المغرب. وصلنا حتى للداخله، العيون، طاطا، ترودالت، اكادير، ورزازات، زاكوره، الرشيديه. ان شاء الله السنه المقبله تكون عندنا مناطق اخرى كالريصاني وكتلغير وكلبيبه. هناك قافله اليتيم في اطار اليوم العالمي لليتيم، وهي كنديروا قافله مغرب التضامن اللي ما كتعدوش 400 كيلومتر. هذه السنه ان شاء الله غنزوروا وزال، تاولات، القنيطره، وهذه كنحاولوا نزوروا دور الطالبه ودور اليتيم، وكنوزعوا مجموعه من المواد الغذائيه والملابس واللوازم المدرسيه والحفاضات. هناك انشطه اجتماعيه اخرى هي الاعذار. الاعذار عمليه الاعذار وصلنا ل 5164 طفل على مستوى عين الحروده، الشلالات، منطقة المحمدية، منطقة سيدي بوش المجدوب. إن شاء الله كل سنة كنحاولوا باش نقوموا بعملية إعذار لفائدة 270 طفل بشراكة بتعاون مع مجموعة من المحسنين والمقاولات المواطنة. هناك عاوتاني يعني أعمال أخرى هي زيارة لدار الطالب والطالبة وكذلك الأيتام بالمحمدية وكذلك دار العجزة. كنحاولوا باش نولجوا هذه المراكز، مراكز الرعاية الاجتماعية، باش نخلقوا لهم الأجواء ديال التنشيط، الأجواء ديال التضامن، كسوة العيد، كذلك لفائدة الأيتام في هذه المناطق ديال الزناته والشلالات. كل عيد، عيد المولد النبوي، عيد الفطر. هناك انشطه اخرى بيئيه خاصه كنولجوا المدارس بمناسبه الدخول المدرسي منذ 10 سنوات، كنحاولوا باش ننظفوا المدارس والفضاء ديال المدارس، لان الطفل محتاج لذاك التنظيف ديال المدرسه ديالو باش تكون عنده واحد يعني باش تكون عنده واحد الدراسه كتليق به داخل، لان البيئه تساهم في دعم التمدرس. هناك انشطه اخرى بيئيه، المقابر. كل سنه منذ 2015 كنقوموا بمنطقه الزناته المحمديه، هذا العام ان شاء الله عندنا منطقه سيدي مقبره سيدي حجيج المتواجده بزناته اللي غنضفوها. نضفنا مقبره سيدي حميد بنيشون، مقبره مولاي بوشعاي، مقبره سيدي علي بنوار، مقبره سيدي الهواري. هذه السنه ان شاء الله مقبره سيدي حجيج كنحاولوا باش نضفوا ونوعيو حتى الساكنه باش ينضفوا ديك المقابر ويحافظوا على الرونق ديال المقابر وديال القبور. وان شاء الله كل سنه كنقوموا بهذا العمليه بمناسبه اليوم العالمي للارض. هناك انشطه اخرى للتربويه كالمخيمات الصيفيه، كنحاولوا باش يعني باش ننظموا عمليه التخييم كل سنه. هذه منذ 2003 كان لفائده الاطفال المعوزين 150 طفل وطفله بالمجان، خاصه بهذه المناطق ديال الشلالات وزناته وسيدي بوش المجدوب، ولان هذا في اطار شراكه مع وزاره الشباب والرياضه. والطفل كيكون بالماكل ديالو، بالمبيت ديالو، بالزيارات الاستطلاعيه، وهي بالمجان. وهناك دورات تكوينيه لفائده المنخرطين ديال الجمعيه، قمنا بعده دورات تكوينيه لصالح المنخرطين. هناك اخر هو المجال الصحي، كنقوموا يعني بتنظيم قوافل طبيه خاصه للمراه، كنوصلوا حتى ل 1200 امراه خاصة بعده تخصصات كامراض السكري، امراض القلب، امراض التوليد والنساء، امراض الحنجره، هناك امراض الراس، امراض العظام. كنحاول باش نولجوا خاصه للمراه بالمجان. وكنشكروا جميع الاطباء اللي كيساهموا معنا بهذه العمليه الطبيه الخيريه، وكنتمنوا ان شاء الله الانشطه تكون مكثفه. وحنا كنشتغلوا على المستوى المحلي كمنطقه زناته، منطقه الشلالات، مستوى الاقليم المحمديه، المنطقه الجهويه الضاربده، ثم على المستوى الوطني مناطق المغرب كنقوموا بهذه القوافل كما كنقول قافله اليتيم وقافله الصحراء المغربيه. وهناك على المستوى العالمي ولينا كنزوروا تنظيم رحلات الى الديار المقدسه، هذا على المستوى العالمي.
وكنتمنى ان شاء الله الجمعيه تزيد القدام والدعم اكثر. وكنشكروا دائما المقاولات المواطنه والمحسنين اللي كيديروا فينا الثقه. هذا هو المبتغى ديالنا، نكونوا عند حسن الظن عند الجميع وجميع المستهلكين. وصلنا دابا 3400 مول خريطه ومول خريط في الجمعيه، ونتمنى ان شاء الله نكونوا، لان حنايا هي فالور، حنا الجمعيه كفالور اجوتي او قيمه اضافه، قيمه مضافه لجميع المؤسسات او المصانع الخارجيه اللي كتواجد بهذا المناطق ديال المحمديه اللي تابع الوزارات. كنكونوا حنا باش كندعموا هاد النساء المعوزات، والهدف ديالنا هو التضامن، هذا هو الهدف ديالنا، والشعار هو الله الوطن الملك.